متتبعي قناة Profit in the World، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، بحيث في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نقوم بالسحب معا من خلال تسجيلنا للفيديو من إحدى التطبيقات الصادقة التي تعمل حاليا. فهذا التطبيق هو رائع جدا، ممتاز أيضا بالنسبة للأشخاص الذين يريدون جمع بعض رأس المال أو يبحثون على تطبيقات صادقة للعمل عليها و جمع بعض المال، ويعني هذا المال سوف تقوم بربما تشغيله في أشياء أخرى من أجل تطوير رأس المال الخاص بك. فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم جديد قناتنا. وإذا كان لديكم أي سؤال أو تريدون أن أتكلم على أي تطبيق أو موقع، فقوموا بوضع كل انشغالاتكم في التعليقات إن شاء الله، فأنا أقوم بقراءة جميع التعليقات وسوف أقوم بالرد عليكم أو نقوم بوضع فيديوهات حول المواضيع التي تريدونها. إذا مباشرة ورح نذهب إلى تطبيق هيش، وهو تطبيق خاص بنشر الصور والتفاعل معها، يعني هو تطبيق يشبه الانستغرام كثيرا. هو تطبيق على ما أظن أنه إنجليزي، يدفع بالجنيه الاسترليني ويدفع يعني أسبوعيا، يعني كل أسبوع، فيدفع على البيبال وأمازون وأيضا يدفع على العملات الإلكترونية والكريبتو كورنسي. فمباشرة راح نذهب إلى النقاط الخاصة بنا، راح نقوم بالضغط عليها. إذا كنتم تريدون التسجيل في هذا التطبيق أو لم تسجلون فيه من قبل أو لا تعرفون طريقة العمل عليه، فسوف أترك لكم الشرح مفصل في صندوق الوصف وأيضا في أول تعليق مثبت. فكما تلاحظون راح نقوم بالضغط على خيار كوين ويذرو. فكما تلاحظون الحد الأدنى للسحب هو 0.5 جنيه استرليني على البيبال. يمكنك أيضا السحب على أمازون أو عملة البيتكوين، ولكن الحد الأدنى للسحب هو $50. راح نقوم بالذهاب هنا إلى البيبال، فكما تلاحظون نقوم بتحديد 0.5. بالنسبة لإثبات السحب من هذا التطبيق فهي هنا موجودة، قمت بالسحب منه عدة مرات، يعني الكثير من المرات، وفي جميع المرات وصلني السحب والحمد لله. راح نقوم بالضغط على withdraw، يقول لي هل أنت متأكد؟ راح نقوم بالضغط على خيار أوكي حتى يتم السحب معنا من هذا التطبيق. كما تلاحظون تم السحب بنجاح، وهو حاليا قيد الانتظار أو قيد المراجعة. سوف يتم مراجعة السحب الخاص بنا وسوف يتم الدفع لنا. عندما يصلنا رسالة أو يصلنا السحب على حسابي في البيبال سوف نقوم بإكمال لكم هذا الفيديو. إذا وبعد مرور تقريبا يومين توصلنا بالسحب من تطبيق هيش أبي بي. كما تلاحظون وصلتني 0.5 جنيه استرليني يوم 9 ديسمبر 2022، وهذه هي الرسالة الخاصة بالباي بال ووصول السحب. الآن سوف أذهب إلى حسابي على الباي بال وأقوم بتجديد الصفحة حتى يتأكد الجميع أن هذا هو الحساب الخاص بي. بعد ذلك سوف نذهب إلى آخر معاملة وصلتني على حسابي حتى نشاهد مرة أخرى وصول السحب إلى الحساب الخاص بي. فكما تلاحظون هنا آخر معاملة سوف نقوم بالدخول إليها من هيش أبي بي إل تي دي. كما تلاحظون وصول 0.5 جي بي بي أو جنيه استرليني. كما تلاحظون هنا your hash withdraw of 0.5 has been successful، يعني تم الدفع لنا بنجاح والحمد لله. وهذا ما يبين أن هذا التطبيق هو تطبيق صادق لمن أراد أن يعمل عليه. المهم إذا كان لديكم أي سؤال اتركوا في خانة التعليقات. نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله، إلى اللقاء.